أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. مواقع إخبارية وصحف تقول الاختطاف يعود إلى صنعاء بعد عقود من اختفائه. ميليشيا الحوثي تمنع دخول أدوية مرضى الفشل الكلوي إلى إب. ومن جولتنا في الصحافة الفرنسية، اليمن حكاية دولة منسية. ومن الأخبار المنوعة، القبض على متسول يحمل نصف مليون جنيه استرليني. أهلا بكم. تمضي ميليشيا الحوثي بجهود متواصلة لإعادة اليمنيين إلى العهود القديمة بكل تفاصيلها، ووفقا للموقع بوست فقد عاد كثير من سكان المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى استخدام الطرق التقليدية في طهو الطعام من خلال استخدام الحطب، بعدما رفعت السلطات الحوثية أسعار غاز الطهو إلى مستويات قياسية. قال الموقع يشتري القادرون على توفير المال الحطب القادم من الأرياف المحيطة بصنعاء، لكن كثيرين باتوا يتخذون الحدائق العامة والوسطية في الشوارع وأحواش المؤسسات الحكومية مصادر لجمع الحطب واستخدامه لطهو الطعام يوميا. ويقول أحد سكان صنعاء إن عملية البحث عن الحطب باتت إحدى المهام اليومية التي يقوم بها هو وأبناؤه وزوجته. ويستند الموقع إلى صحيفة العرب الجديد التي تحدثت عن امرأة في صنعاء كالمئات غيرها تخرج فجر كل يوم للبحث عن الحطب وتضطر لتكسير بعض أشجار الزينة في الشوارع. تقول المرأة يراني أغلب الناس وأنا أقوم بتحطيم الأشجار في الشوارع ولا يفعلون شيئا، هم يعرفون وضعي ووضع كل اليمنيين، فأسعار الغاز المرتفعة لا تطاق ولا يمكن لنا أن نوفر ثمنه. إلى العناوين الرئيسية في صحيفة أخبار اليوم، نبدأها من العاصمة المؤقتة عدن. اعتقال ضابط أمن وشقيقه بعد مداهمة منزلهما بالمنظارة، ومجهولون يغتالون شابا. وعنوان قيادي في المجلس الانتقالي يقول حزب الإصلاح اخترق الأمم المتحدة. وعنوان مساعي الحوثية لفرض موالين على وفد حزب المؤتمر التفاوضي. وعنوان آخر الميليشيا تفرض رسوما جمركية مرة أخرى والتجار يعتبرونها القشة التي قسمت ظهر المواطن. فبراير ثورة كرامة وليست لعنة. تحت هذا العنوان كتب أستاذ علوم الاجتماع في جامعة صنعاء الدكتور حمود العودي مقالا وجه فيه العديد من الرسائل إلى شباب فبراير. وقال العودي في مقال تنشر بلقيس مقتطفات منه: هل تستطيع عقولكم وضمائركم لو سألتموها أن تقول لكم بأن جيلا بأكمله من ملايين شباب الوطن والأمة ممن خرجوا ورابطوا في الساحات والميادين أياما وليالي وشهورا وسنوات وفتحوا صدورهم لرصاص الموت وهم يقولونها بصوت عال سلمية سلمية للتغيير نحو الأفضل، هل كانوا على خطأ أو خونة أو منتفعين؟ إذا كان الجواب لا، كما هي الحقيقة التي دون التاريخ من خلالها أعظم وأجل ثورة حق في وجه باطل وبما لم يسبق له مثيل، فقفوا عند هذه النقطة المضيئة ولا تسمحوا لمن ركب موجتها في الاتجاه المعاكس أو أطلق رصاص الموت في صدرها النقي في جمعة الكرامة بدم بارد أن ينال منها اليوم. ما هو أقسى من الخيانة والسرقة وأشد من رصاص القتل يوم الكرامة بالأمس بأن تحول تلك النقطة المضيئة، بل الشمس المشرقة في تاريخ الجيل والوطن، إلى لعنة جديدة من لعنات التاريخ اليمني والعربي لا تقل عن لعنة عبهل بن كعب العنسي وأكذوبة الردة لمن رفضوا الاحتلال الفارسي باسم الدين. يا جيل الثورة والتغيير، إن خسارة معركة في النضال يجب أن تتحول إلى درس مفيد لمعركة الانتصار القادم، أما أن تتحول الخسارة إلى هزيمة في النفس ولعنة من لعنات التاريخ كما يريد أعداء الحياة والحرية والوطن، فقد تكون تلك نهاية لكم. لكنها لن تكون نهاية للتاريخ،
فقد يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فلا تسمحوا لأعداء الحاضر والمستقبل أن ينالوا من قضيتكم وثورتكم بأكاذيب الدعاية النفسية لما عجزوا عن نيله منكم برصاص القتل والحرب والدمار الضارب. وتذكروا رسالتي لكم بعنوان: يا شباب الثورة اتحدوا، عاد المراحل طوال وما طويل إلا وله طرف. ميليشيا الحوثي تواصل معاقبة مرضى الفشل الكلوي بدون إبداء الأسباب، ووفقا لموقع المصدر أونلاين، احتجاز كمية من المحاليل والأدوية الخاصة بمرضى الفشل الكلوي في إب. قال مصدر محلي إن إحدى النقاط التابعة لجماعة الحوثيين تحتجز كمية من الأدوية والمحاليل الخاصة بمرضى الفشل الكلوي بمحافظة إب وسط البلاد. وبحسب المصدر فإن جماعة الحوثي بمنفذ جمارك شرق مدينة إب احتجزت ناقلة محملة بكمية من الأدوية والمحاليل المخصصة لعمل 6000 جلسة غسيل لمرضى الفشل الكلوي مقدمة من إحدى المنظمات الإغاثية. وأكد المصدر بأن محاولات كثيرة ووساطات محلية تجري للإفراج عن القاطرة المحملة بآلاف الغسلات الكلوية في الوقت الذي يعاني مرضى الفشل الكلوي من أزمة في الحصول على جلسات كافية لإجراء الغسيل نتيجة شحة ونفاد المواد الخاصة بتلك الجلسات. بعد تغيبه لزمن طويل، قال موقع عدن لينغ إن هناك ترتيبات لإنشاء ميناء تجاري بمدينة شقرة الساحلية بأبين. قال الموقع إن وزير النقل صالح الجبواني ومحافظ أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم قام بزيارة ميدانية لمدينة شقرة الواقعة على البحر العربي شرق زنجبار، واطلع على سير النشاط السمكي، حيث أكد وجود فريق فني متخصص سيقوم بالنزول إلى مدينة شقرة بهدف وضع معالم إنشاء ميناء تجاري نظرا للأهمية التي تمثلها المدينة وموقعها الجغرافي وتوسطها لمناطق الساحل والجبل في محافظة أبين. لم تتوقف المشاريع الوطنية في أي وقت من الأوقات عن مطالبة الحكومات المركزية بعد الثورة على تطبيق نظام الحكم اللامركزي أو المحلي الواسع الصلاحيات، والذي يتيح لأبناء المناطق اليمنية إدارة مناطقهم وفق ما يرونه يحقق احتياجاتها من التنمية والتطور. ومع ذلك لم تكن حكومة المركز على استعداد لقبول دور فاعل وحقيقي للمجتمعات المحلية في إدارة شؤونها. هكذا بدأ محمد صلاح مقاله المنشور في يمن مونيتور مضيفا في جزء منه. الصيغة الاتحادية قد طرحت نفسها بقوة مع أول منعطف اهتز به بناء اليمن الواحد بعد تحقيق وحدته في مايو من عام 1990. فبعد الاختلالات التي عصفت بشريكي السلطة خلال العامين اللذين أعقبا تحقيق الوحدة، طرحت الأطراف اليمنية صيغة الحكم الاتحادي مخرجا وسبيلا لأزمة الحكم، وتم التوقيع عليها في وثيقة العهد والاتفاق عام 1993، غير أنه جرى بعدها ما يطول الحديث عنه، الأمر الذي يؤكد على أن مشكلتنا في اليمن ليست مع الجغرافيا وإنما مع منظومة الحكم التي تسعى لجمع خيوط السلطة وتركيزها في جهاز ومركز واحد من خلال السيطرة عليه يتم التحكم بالبلد بأكمله. وحين عجز نظام الحكم بعد عام 94 من تحقيق طموحات الشعب، ومرت السنوات دون أن يصل فيه اليمنيون إلى آمالهم في حياة آمنة مستقرة تسودها قيم العدالة والمواطنة والمساواة، خرج الشعب من كل فج عميق في ثورة فبراير 2011 يتسابقون على إنهاء السلطة التي جثمت على صدر الوطن وجعلت حكم البلد وخيراته حكراً على فئة ومجموعة قليلة دون بقية اليمنيين. وكان من أهم نتائج ثورة فبراير التي أجمعت كل القوى اليمنية عليه هو في إعادة صياغة شكل الدولة على أسس اتحادية. وبسبب ذلك اندفع أصحاب الأوهام المتخلفة والمتلهفة للاستحواذ على السلطة والثروة لشن الحروب لرفض الحكم الاتحادي، لأنه يقوض مشاريعهم الأنانية ورغباتهم الطامعة في الاستئثار واصطفاء البلد لهم من دون الناس. بعد أسابيع من الاشتباكات الدامية في عدن، تظهر حالة من النشاط التجاري
قد تبدو علامة على تحسن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، إلا أن ذلك قد يكون مرتبطا بإجراء حكومي مؤقت لصرف رواتب الموظفين. وفي أحد الأسواق التجارية بعدن يقول أحد المواطنين إن الوضع المعيشي تحسن بعض الشيء نتيجة تسليم الراتب، خاصة بعد الهدوء وإنهاء المواجهات. لكن وفقا لموقع المشاهد نت فإن هذا الرأي لا يتشاركه الكثيرون، إذ يرى أحد الباعة في السوق أن معظم المتواجدين فيه يتفرجون على السلع ولا يشترونها، واحد يشتري وعشرون يتفرجون، يقول البائع. يضيف الموقع: يعيش اليمن ككل أزمة دائرة منذ 2014 عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق شاسعة من البلاد، ما أدى لاحقا لدخول تحالف تقوده السعودية يدعم الحكومة المعترف بها دوليا لمحاولة استعادة السيطرة على البلاد. ويقول رئيس الشبكة الوطنية للاستجابة الإنسانية عمر العريقي إن المواطن اليمني يعاني من انعدام مصادر الدخل بشكل عام، والأزمة الأخيرة في عدن زادت الوضع سوءا، لأنك تتحدث عن مناطق صراع وحصل فيها نزوح كبير. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. وافق مجلس الأمن في 15 من فبراير 2018 على تعيين مارتن جريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن خلفا لإسماعيل ولد الشيخ أحمد، بعد أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عدم اعتراض أي من أعضاء المجلس عليه. بهذا يكون قد تولى أعقد ملفات الشرق الأوسط حسب ما تقوله شبكة البي بي سي، والتي قالت أيضا أنه واحد من أهم الدبلوماسيين الأوروبيين ولديه خبرة واسعة في حل النزاعات والتفاوض والشؤون الإنسانية. وعن دوره في حرب سوريا فقد قام بدور دبلوماسي كبير في عملية نقل الوساطة من الأخضر الإبراهيمي إلى ستيفان ديمستورا عندما كان رئيسا لمكتب الأمم المتحدة في دمشق، وهو أحد أهم الخبراء الدوليين في الشؤون العربية بشكل عام. كما طور نماذج للحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة في عدد من البلدان في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وتقول البي بي سي إن المبعوث الجديد جريفيث يرى أن الحرب في اليمن تختلف عنها في سوريا، لأن الحل وارد في سوريا بعكس اليمن التي تتضاءل فيها الحلول وتتفاقم الأزمة الإنسانية أكثر فأكثر، فهي أسوأ من العراق وجنوب السودان. إلى صحيفة القدس العربي والتي عنونت حول الشأن اليمني: مركز دراسات يكشف ارتكاب جماعة الحوثي لأكثر من 14,000 جريمة قتل للمدنيين ويتنبأ بسيناريوهات المستقبل. قالت الصحيفة إن مركز أبعاد للدراسات، وهو مركز بحثي يمني، كشف عن حجم الممارسات العنيفة لجماعة الحوثي المسلحة والتي وصفها بالمتوحشة، وأدرجها ضمن جماعات العنف الأخرى مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة داعش. واتهم المركز جماعة الحوثي بقتل أكثر من 14,000 مدني في اليمن خلال فترة الثلاث السنوات الماضية من الحرب، وذلك في أحدث دراسة له أسماها جماعة الحوثي بذور الفناء ضمن سلسلة دراساته عن توحش الإرهاب في اليمن. وقالت الدراسة إن ميول الحركة الحوثية إلى العنف واستهداف اليمن وتكويناته الاجتماعية والسياسية وانتهاكاتها وتبنيها للفكرة الإمامية واستغلالها للثورة الشبابية الشعبية
وفشل عملية تمدينها سيوصلها إلى نهايتها. وأشارت الدراسة إلى أن دخول إيران على خط الأزمة اليمنية كلاعب استراتيجي فيها شكل استراتيجية تقوم على التفتيت والاختراق والإضعاف والنفاذ ثم التوسع وامتلاك العتاد والجنود وتشكيل ميليشيا منظمة وصولا إلى سيطرة لإدارة منطقة فوضى. وأمطت الدراسة اللثام عن معلومات تربط بين نوعية الصواريخ التي أطلقها الحوثيون ومصدرها الإيراني، وقدمت مقاربة لتلك الأسلحة من خلال الشكل والمدى والهدف وطريقة الإطلاق والحجم وكيفية وصولها إلى أيديهم بالتهريب أو التطوير. من المهم أن نستعيد معنى هذه الثورات كأحداث هائلة حملت بذور التغيير الجذري وبشرت بإمكان حدوثه وزرعت الأمل، يحاول وألا ندع المنتصرين يزورون التاريخ ويفرضون روايتهم. اليأس في النهاية عتاد لأسلحة الاستبداد بكافة أنواعه وتمظهراته لإقناع المواطنين بأن التغيير مستحيل أو أنه دائما يقود إلى الأسوأ. هكذا كتب، هذه أجزاء من مقال كتبه ريموند ويليامز ونشره موقع جدلية، وأضاف الكاتب عن الثورات الشبابية العربية: ليس سرا أن محاولة إحداث تغييرات ثورية في منطقة استراتيجية واحتمال امتداد ووصول الموجة الثورية إلى ممالك النفط والغاز بتحالفاتها المعروفة وأهميتها الاستراتيجية الهائلة شكلت تهديدا بالغ الخطورة للنظام الاقتصادي العالمي السائد. وبذلك ليس سرا ولا مفاجأة أنه تم تجنيد كافة الوسائل المتاحة لإفشال المد الثوري منذ اللحظة الأولى، وذلك بهدف إضعافه وكبح جماحه وتشتيته والتأثير عليه لتحويل زخمه وتمظهراته وتفاعلاته إلى فوضى أو حروب أهلية يمكن التدخل فيها والتأثير على مجرياتها. لكن هذا يختلف كثيرا جدا عن سردية المؤامرات الاختزالية. لست هنا في معرض التقليل من كارثية ما حدث من جراء قمع وذبح الثورات والدماء التي سالت والأرواح التي أزهقت، كما المعاناة البشرية المستمرة من جراء هزيمة المد الثوري، لكن اعتبار التوق الطبيعي إلى حياة أكثر عدالة ومساواة، والذي يبلوره الشعار الخالد خبز حرية عدالة اجتماعية، وإلى تغيير أنظمة استبدادية مجرمة، اعتبار ذلك هو السبب فيما آلت إليه الثورات ليس إلا كسلا فكريا في أحسن الأحوال. فوحشية هذه الأنظمة ووحشية شبكة المصالح الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تساندها في مواجهة هذه الثورات والتآمر عليها هي السبب الرئيس فيما آلت إليه الأحوال. لا يعني هذا بالطبع عدم توجيه النقد الضروري ودراسة الأسباب المعقدة للإخفاق والفشل في استغلال اللحظة الاستثنائية وترجمتها إلى مكاسب سياسية، ولقد بدأ هذا وهو بالغ الضرورة للاستفادة مستقبلا. ومن المهم أن نتذكر أن الانتكاسات والهزائم التي تعقب الثورات غالبا لا تعني بالضرورة موت المثال الثوري الذي تجذر في الذاكرة الجمعية، مهما بدا وكأن تراب الثورات المضادة وإعلامها وخطابها قد غطاه كليا. جولتنا في الصحافة الدولية نبدأها من الصحيفة الفرنسية أو من الصحافة الفرنسية، حيث تناولت صحيفة لوريان لوغر الفرنسية قضية أسماء العميسي المحكوم عليها بالإعدام من قبل محكمة تتبع المتمردين الحوثيين، وعنونت الصحيفة: يمنية متهمة بالتجسس تنتظر تنفيذ حكم الإعدام في صنعاء. نقل تقرير الصحيفة الذي ترجمته قناة بلقيس عن منظمة العفو الدولية إعلانها أن أما لعائلة يمنية تنتظر إعدامها في اليمن بعد أن حكمت عليها محكمة تتبع المتمردين بتهمة التجسس لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي عضو في ائتلاف معاد للمتمردين. وأوضح بيان منظمة العفو الدولية أن محكمة أمن الدولة الحوثية في صنعاء حكمت على أسماء العميسي ذات 22 عاما بالإعدام في 30
في 30 يناير مع يمنيين آخرين أو يمنيين آخرين سعيد الرويشد وأحمد بوزير بتهمة التخابر مع دولة أجنبية. وذكرت منظمة العفو أن المتهمين الثلاثة تعرضوا للتعذيب منذ أشهر وحرموا من حقوقهم الأساسية، وتعتبر المنظمة أن الحكم يعكس رغبة الحوثيين في استخدام العدالة لتسوية الحسابات السياسية. وطبقا لنشطاء حقوق الإنسان ومحامين، فإن أسماء العميسي يمكن أن تكون أول امرأة يحكم عليها بالإعدام في قضية أمن الدولة. تتابع الصحيفة الفرنسية، في الأشهر الأخيرة عزز الحوثيون قبضتهم على العاصمة صنعاء وقمعوا المعارضين، وقد حكمت المحاكم الحوثية على الصحفيين والناشطين بالإعدام بتهمة التجسس للمملكة العربية السعودية. من صحيفة لوبيس الفرنسية، كتب الصحفي فرانسوا لاينير مقالة بعنوان اليمن حكاية دولة منسية. قال التقرير الذي ترجمته قناة بلقيس: دائما ما عانى البلد الضارب في أعماق التاريخ من رهانات التنافس الإقليمي بين المملكة العربية السعودية وإيران، فهو على مر تاريخه كان طريدة للإمبراطوريات. يضيف الصحفي: هذا هو البلد المنسي، النقطة العمياء من قائمة الأخبار الدولية. لقد عبثت الكارثة في اليمن به بسبب الثورة المضادة للربيع العربي، فبعد 4 سنوات من الحرب وبعد وباء الكوليرا تبدو البلاد التي كانت في حالة خراب وزاد من خنقها الحصار البحري الذي فرضته السعودية أو فرضه السعوديون مهددة بسبب المجاعة التي يمكن أن توقع الملايين من الضحايا وفقا للأمم المتحدة. في أكثر الأخبار المتنوعة تداولا، ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان القبض على متسول يحمل 500,000 جنيه استرليني. قالت الصحيفة إن الشرطة السويدية ألقت القبض على رجل متشرد في مدينة أبسالة يبلغ من العمر 55 عاما، يحمل في جيب معطفه مبلغا من المال قدره 6,000,000 كرونة سويدية، أي قرابة 500,000 جنيه استرليني. وأضافت الصحيفة أنه كان يحاول الحصول على أموال من المارة لشراء تذكرة قطار للعودة إلى منزله في غرب البلاد كما كان يزعم. وقال متحدث باسم الشرطة السويدية إن الرجل تم القبض عليه بعد الاشتباه به بعملية غسيل أموال، فيما يقوم أو المدعي العام بإجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان سيتم الإفراج عنه أو المثول أمام المحكمة في غضون عدة أيام. وقد صرح كثير من الناس للشرطة بأن الرجل كان غاضبا جدا أثناء مطالبته للمال، وأنهم لا يعرفون ما إذا كان قد حصل على هذه الأموال من خلال التسول أو أنه فاز بورقة يا نصيب أم أنها عائدة جرائم قام بها. العالم كما رآه مصورو الجارديان البريطانية يبدو مدهشا، فمن البحث عن الحياة إلى الحصول على نقيضها ينتقل الإنسان والكائنات الأخرى حول هذا الكوكب. نتابع جولتنا المصورة لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.